أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. عدنا إليكم من جديد في قصة شيقة مثيرة. فضع السماعات وسافر معنا بخيالك. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على نبينا خير الأنام. يحكى أنه كان فارس شاب في أحد الأزمان، جميل ووسيم وطائش، ويحب المغامرات ويهوى ركوب الجياد، حتى إذا ركب حصانه انطلق به في المراعي والتلال، فلا يتوقف حتى يكاد قلب الحصان القوي أن يتوقف من اللهث والتعب. وفي أحد الأيام، وبينما الأمير رودريك ينطلق بحصانه في أرجاء البلاد، شاهد ديرا قديما يسكنه الحكماء والرهبان، فانتابته الرغبة في أن يدخل لعله يتعلم شيئا آخر غير ركوب الخيل ومطاردة الرياح. واقترب الأمير من الدير وطلب أن تفتح له الأبواب، ثم دخل ورأى مجموعة من الحكماء والشيوخ يجلسون فوق المقاعد وقد استغرقوا في العبادة والتأمل. اقترب الأمير من رجل عجوز وقال له: انصحني. فقال العجوز: هل تزوجت؟ هز الأمير رأسه بالنفي. فقال له الحكيم: إذا تزوج، سوف يعلمك الزواج أن تكف عن الانطلاق بسرعة. سأله الأمير عمن يتزوج بالضبط، فرد العجوز: تزوج امرأة تجيد صناعة الزلابية. فراح يفكر فيما قاله العجوز، لا شك أنه في حالة لهث دائم، يجري وراء حصانه منطلقا نحو الأمام، لا ينظر أبدا إلى الخلف، يتصور أنه إذا سبق الرياح فسوف يتفوق عليها. قال له العجوز: اترك حصانك واركب حمارا، فالحمار حكيم والحصان مندفع. وعندما خرج الأمير من الدير كان يركب حمارا هزيلا، راح يدفعه دفعا للتحرك، فأحس بالضيق، فهو لم يعتد أن يتحرك ببطء هكذا، ولكن عليه أن يروض نفسه على أن يعتاد على إيقاع جديد. لكن يبدو أن الحمار قد فهم الأمر، فراح يتحرك ببطء أشد وكأنه يغيث الأمير. ورغم أن المسافات الطويلة نحو القصر، إلا أن الأمير لم يشأ أن يعترض. وفي أثناء رحلته شاهد امرأة ترتدي ملابسا سوداء كانت تقطف بعض الثمار من الحقل. اقترب منها وسألها أن تعطيه بعضا مما تقطفه، وقال لها: هل لي أن آكل؟ فوجئ الأمير بالمرأة تقول: ليس من حقك أن تأخذ شيئا لم تزرعه بنفسك. واندهش الأمير، ليس فقط لرد المرأة الغريب، بل أيضا لأنها فتاة جميلة صغيرة السن، يبدو وجهها صبيا، أما ملابسها فلا ترتديها سوى النساء العجوزات. وعلى الفور أيقن أنه أمام غجرية جميلة، وأصابته الدهشة، فهذه الفتاة لا تزرع الأرض، بل هي تأخذ مما لا تزرع. ومع ذلك قال: أنا الأمير رودريك، أحكم هذه البلاد. نظرت إليه الغجرية الحسناء وأطلقت ضحكة ساخرة أذهلت الأمير. لم ترى الغجرية أمامها رجلا يوحي بأنه أمير، بل هو شاب عادي ممزق الملابس، يبدو أشبه بهؤلاء المتشردين الذين تقابلهم أثناء ترحالها.
لذا قالت: وأنا الملكة إيزابيلا حاكمة إسبانيا. ضحك الأمير لهذه الدعابة اللطيفة، وقبل أن يرد على الفتاة رأى أمامه حصانه الأبيض. أدرك أنه عاد من أجله وأنه لا يمكن أن يتخلى عنه، لذا أسرع يقفز من فوق الحمار وجرى إلى حصانه ثم ركبه. وهنا صاحت به الغشرية: إنه ليس حصانك. اقترب منها الأمير وقال: السرقة شيء مفيد أحيانا. أشارت إلى الأفق وقالت: إنك لن تهنأ بهذه السرقة. وتطلع الأمير إلى الأفق فرأى رجالا يبحثون عن الحصان لعلهم يطاردون الرجل الذي سرقه، فقرر أن يتقمص دور اللص، فقفز من فوق الحصان وأمسك بذراع الفتاة ثم اختبأ معها وراء أحد الجدران وقال: يبدو الأمير رجلا عجوزا ودميم. همست هي: سمعت أنه يشرب كوبا من الدم كل صباح. تمتم الأمير: طبعا لقد شرب يوما ما من دمي. سألته بدهشة: أنت؟ هز رأسه ثم دفعها وقال: حذاري، إنهم يقتربون. وفجأة اختفى الأمير وأحست الفتاة بالخوف عليه، فلو سقط هذا اللص بين يدي الحرس فسوف يضحون به، ولعلهم سيقدمون دمه لأميرهم شارب الدماء كل صباح. وسرعان ما خرجت إيزابيلا تبحث عن اللص، أو بالضبط عن الأمير الذي تتصوره لصا، لكنها لم تجده. وقررت أن تعود إلى بيتها القريب، وهي لا تتوقف عن التفكير في أمر هذا الشاب الغريب الذي قابلته فجأة ثم اختفى فجأة أيضا، ولم تتصور أبدا أنها ستلقاه مرة أخرى، وأنها ستجده واقفا على عتبة بيتها. قال الأمير للغجرية: هل تجيدين صناعة الزلابية؟ استغربت الفتاة لهذا السؤال، ورغم ذلك قالت: أجد صناعة كل شيء. مط الأمير شفتيه وقال: يا له من أمر جميل، إذا أحضري الدقيقة واصنعي لي 7 قطع من الزلابية. وراح يعطيها الدقيق، وأخذ يعقبها وهي تصنع له الزلابية. فلم تتأخر الفتاة عن صنع مجموعة من قطع الزلابية، قدمتها إليه في طبق كبير، فراح يعدها وقال: أخبرتك أنني أريد 7 قطع وليس 6. أمسكت إيزابيلا الطبق وقالت له: لا، أنت طماع ولا تستحقها. شد منها الطبق وراح يلتهمها، فأحس أنه لم يذق شيئا ألذ وأطيب من هذا الطعم البسيط، رغم الولائم الكبرى التي أقيمت له في حياته. فنظر إليها وقال: أريد قطعة أخرى، إن لم تحضريها فسوف. وأحس بالحيرة: ترى ماذا سيفعل بها؟ هل يأمر بالقبض عليها؟ إنها تعرف أنه ليس سوى لص بسيط وليس أميرا. نظرت إليه بغضب ثم راحت تطرده من منزلها وقالت: أنت ضيف لئيم فاخرج من بيتي. ضحك الأمير وقال: هل تعرفين أنه لا توجد قوة يمكنها أن تخرجني من هنا؟ وسرعان ما فهمت أن نوبة الجنون قد انتابته، وتشبت الأمير بمقعده، وبدا أنه قد قرر البقاء في البيت إلى أجل غير مسمى. وراحت تفكر فيما يمكن عليها أن تفعل، قررت أن تخرجه بأي ثمن، فقالت: اطمئن، سوف أصنع لك قطعا كثيرة من الزلابية. قال بحزم: بل قطعة واحدة فقط. وقررت أن تصنع له ما يريد،
ورحت تغافله، ثم أمسكت هراوة غليظة ودون أن ينتبه رفعتها ونلت بها بكل قوة فوق رأسه، فأسقطته أرضا وقررت أن تسحبه وتخرجه من بيتها، ولكنها اكتشفت أن الرجل فقد النطق. أحست إيزابيلا بأنها في خطر وأنها قتلت الأمير وعليها التخلص من جثته. خرجت وسط الأمطار والعواصف التي هبت فجأة وراحت تبحث عن من يعاونها. قررت أن تلجأ إلى الساحرة العجوز التي تقف إلى جانبها كلما اشتدت بها الطوائق. طرقت عليها الباب وخرجت العجوز وصاحت: أرى شيئا ما في وجهك. قالت الغجرية: لقد قتلت لصا. وبكل ثقة ردت الساحرة: لا يا فتاة، بل كان أميرا. وكادت المفاجأة أن تخرص لسانها، لمعت عيناها ونظرت إليها كأنها تستفسر منها عن صحة ما قالته، وأدركت أنها هالكة لا محالة، فلا شك أن مقتل الأمير سوف يجر عليها الويلات، وسيأتي الجنود كي يقبضوا عليها ويمثلون بها. أحست إيزابيلا بالخوف وتساءلت: ترى ماذا أفعل؟ قالت العجوز: سنذهب لنستشير الساحرات. وجذبتها من يدها وذهبت بها إلى بيت قديم تقيم فيه أكثر من 40 ساحرة، كان أغلبهن ذوات شكل غريب. وبعد قليل أخذنا ينظرن إلى المرآة السحرية وقرأن الطالع، وردت واحدة منهن: لقد فعلت شيئا جسيما يا فتاة، ابحثي عنه، إنه في مكان بعيد. وأحست الفتاة بالدهشة: ترى كيف يكون في مكان بعيد وقد تركته في منزلها جثة هامدة؟ أسرعت خارجة من البيت القديم واتجهت إلى البيت الذي تسكنه، وما أن فتحت الباب حتى كانت المفاجأة: إنه ليس هنالك. ضربت على صدرها وأحست أنها في خطر فعلا، وقررت أن تستسلم لقدرها، فبعد وقت وجيز سوف يأتي الجنود للقبض عليها. ترى هل سيأتي الجنود حقا؟ بل ترى أين ذهبت جثة الأمير؟ لم تعرف الغجرية الحسنى أن الأمير لم يمت، بل إنه سرعان ما استرد وعيه وخرج إلى العراء حيث الرياح العاتية الباردة التي عصفت به، وأسقطته على الأرض مرات عديدة وتشمد بالبرد. لم تعرف الغجرية أيضا أن هذا كله من صنع الساحرات التي قررنا أن يورطنها، لأنها خرجت من منزلهن العتيق دون أن تسمع إلى نصائحهن، وكأنها تسخر منهن. لذا فعندما عثر الجنود على أميرهم في صباح اليوم التالي، كان أشبه بلوح من الثلج، فقد الحركة والنطق تماما. حمل الجنود أميرهم إلى خيمة قريبة، وراح الأطباء يحاولون علاج الشاب بأي ثمن، ولم يستطع هؤلاء الحكماء والأطباء أن يخرجوا الأمير من هذه الحالة الغريبة، فلا هو بالحي ولا هو بالميت، والأكيد أنه مسحور. قال أحد الأطباء: يبدو أن في الأمر امرأة. وراح ينطق باسم جميع النساء في أذن الأمير المتجمد، وكان عليه أن ينطق كل الأسماء طوال 3 أيام إلى أن تذكر اسم إيزابيلا. وبينما هب الأمير من حالته الغريبة من التجمد، وبينما الطبيب ينطق بأسماء النساء، كان الجنود قد نجحوا في القبض على الغجرية وراحوا يدفعونها إلى الخيمة التي يوجد بها الأمير.
قال الطبيب عندما رآها: لن ينقذه إلا قبلة على جبينه منها. واستغربت إيزابيلا: فكيف تقبل جبين الأمير أمام هذا الجمع من الناس؟ فقالت للطبيب: هل يمكنهم أن يلتفتوا إلى الخلف؟ وأمر الطبيب الجميع أن يلتفتوا إلى الخلف حتى لا يروا الغجرية وهي تقبل جبين الأمير. وبعد لحظات، وفي الحال انتابته حالة من الغضب والهياج، فصاح في جنوده: اقبضوا على هذه الفتاة وضعوها في برميل الموت، إنها ساحرة. نظرت إليه الفتاة بدهشة، بدا مترددا، توقف قليلا ثم أشار إليها أن تركع عند قدميه حتى يغفر لها، إلا أنها لم تشأ أن تركع أو تنحني، واقتربت من الأمير وقالت: أنت بشر ونحن لا نركع إلا لله. وبنفس الغضب صاح: إذن ضعوها في برميل الموت. برميل الموت، يا له من اسم! كان على الحرس أن يضع إيزابيلا في برميل كبير فيه فتحة صغيرة للتنفس، ثم يغطونه بغطاء محكم فلا تغادر البرميل إلا جثة هامدة. ورغم أن إيزابيلا تعرف العذاب الذي ينتظرها داخل البرميل، إلا أنها لم ترد أن تطلب الصفح من الأمير، وبكل كبرياء دخلت البرميل، وسرعان ما وضع الجنود الغطاء الأسود فوقه، وكان على الغجارية الحسناء أن تنتظر مصيرها، ترى هل تموت هنالك وتنتهي القصة. بينما اتجه الأمير نحو قصره الذي غاب عنه بضعة أيام، كان على الفتاة أن تموت داخل البرميل، لكن صديقتها الساحرة لم تشأ أن تتركها هكذا، فراحت تغفل الحرس وتدفع البرميل لتدحرجه فوق التل ثم ليسقط في النهر. ودفعته الرياح والتيار حتى سقط في شلال عال، وطالت رحلة البرميل حتى وصل بعد أيام إلى شطئ البحر. وعندما استردت إيزابيلا وعيها، فوجئت بمجموعة من الصبي حولها نجحوا في فك الطوق الحديدي الذي يحيط بالبرميل، ونجحوا في إعادة الفتاة إلى التنفس الطبيعي مرة أخرى. أحست بالسعادة وبمدى جمال الحياة، وراح الأولاد يسألونها عمن تكون، إلا أنها لم تشأ أن تحكي شيئا عن قصتها. في تلك الأثناء كان الأمير قد عاد إلى قصره، لعله نسي حكاية الحكيم العجوز الذي قبله في الدير، والذي طلب منه أن يتزوج من فتاة تجيد صناعة الزلابية، لكنه بعد أن اشترك في السباق الملكي للخيول فوجئ بأبيه الملك يقول له: اسمع يا رودريك، لقد حان الوقت وعليك أن تتزوج خلال أسبوع واحد، 7 أيام. وسرعان ما تذكر الأمير قطع الزلابية 7، وسمع أباه يكمل: خلال 7 أيام يجب أن تعثر على عروس، ولن أزيد يوما. وأحس الأمير بالحرج، فترى من سيتزوج؟ راح يفكر في الغجرية الحسناء التي حبسها في برميل واتهمها أنها ساحرة. ترى هل ماتت داخل البرميل؟ فنادى على رئيس حرسه وقال له: اذهب أحضر البرميل بأي ثمن. ارتبك رئيس الحرس، فترى بماذا يخبر الأمير؟ هل يقول له أن رجاله قد أضاعوا البرميل؟ ولاحظ الأمير ارتباك الرجل، فسأله عما به، فرد رئيس الحرس: البرميل اختفى يا مولاي.
وبرقت عين الأمير، نظر إلى الرجل غاضبا وقال: كيف هذا؟ يجب أن تعثر على البرميل، وإلا أمرت بقطع رقبتك وشربت من دمك. وسرعان ما تذكر تلك القصة المزعومة التي روتها له الغجرية عن الأمير الذي يشرب كل صباح كوبا مليئا بدماء النساء، فضحك وأصابت الدهشة رئيس الحرس. نظر إلى الأمير وتصور أن مسا من الجنون قد أصابه. لم يعرف الأمير أن الغجرية كانت حاضرة أثناء مباراة الفروسية التي حقق فيها نصرا جديدا على خصومه، فهو يملك حصانا أبيض يستطيع أن يسبق الريح. وعقب انتهاء المباراة انتشرت في أنحاء المملكة الأنباء بأن على كل فتاة تجد الطهي أن تتقدم إلى القصر من أجل المشاركة في إعداد أكبر وليمة تشهدها البلاد كلها، وذلك لأن الأمير رودريك سيتزوج بعد 7 أيام. لم يعرف أحد من تكون العروس، ولكن الجميع تكهن على أن رودريك يبحث عن عروسه المناسبة خلال أسبوع واحد. أجل، أسبوع واحد لا أكثر. وقررت الغجرية الحسناء أن تذهب إلى القصر للمشاركة في إعداد الوليمة، فهي بذلك يمكنها أن تكون قريبة من الأمير بمشاركتها في المهرجان الكبير، مهرجان الأيام 7. وعندما وقفت وسط 100 الفتيات التي جئن للمشاركة في مهرجان الطهي للأيام 7، روعها ذلك الجبل العالي من البيض الذي تصنع منه أكبر قطعة عجة في البلاد إن لم تكن في التاريخ كلها. وراح رئيس الطهاة يختبر الفتيات، واجتازت الفتاة الاختبار بسهولة، وأحست بسعادة بالغة حين دخلت مطبخ القصر وراحت تعد العجة الكبرى. لم تكن إيزابيلا تعرف أنه بينما انشغلت في إعداد العجة كاد الأمير أن يصاب بالجنون وهو يبحث عن الفتاة التي حبسها في برميل الموت. ركب حصانه وراح يفتش في كل المدن والأنحاء عن البرميل دون جدوى، ومرت أيام 6 دون أن يعثر الأمير على ظلته المنشودة، ليس بالطبع العروس بل البرميل. كان يعرف جيدا أن الفتاة التي كانت هنالك هي الأنسب له، فهي أحسن من يصنع الزلابية في البلاد. وأحس الأمير بالقلق، فلم يبقى سوى يوم واحد وعليه أن يعثر على إيزابيلا بأي ثمن، وإلا اضطر أن يتزوج واحدة من أميرات القصر التي لا يميل إليهن مثل ما يميل إلى الغشرية. وعاد مرة أخرى إلى الدير وقابل الحكيم العجوز وأخبره أن الفتاة المنشودة قريبة منه وأنها تراه وعليه أن يبحث عنها بأي ثمن. سأله الأمير: ولكن كيف أبحث عنها؟ فقال الرجل: عد إلى قصرك، إنها هنالك. تصور الأمير أن العجوز قد اختار له إحدى الأميرات من القصر، وأحس بغم كبير، فهو في شوق جارف للزواج من إيزابيلا التي قبل أن تدخل البرميل قالت إنها تحبه. في مساء ذلك اليوم عاد الأمير إلى غرفته منهكا، وما إن دخل الغرفة حتى رأى خيطا رفيعا من الدقيق المتناثر، وتذكر كلمة الحكيم: عليه أن يمشي وراء هذا الخيط، ففي نهايته توجد العروس المنشودة. وقرر الأمير أن يسير وراء خط الخيط، وفي غرفة مجاورة كانت هنالك مفاجأة، فقد جلست الطباخة إيزابيلا تنتظره. فهتف الأمير وهو لا يصدق عينيه: هل أنت هنا؟ سألته قائلة: ماذا تريد مني؟
غدا سوف تتزوج ولست سوى طباخة. سألها ماذا تفعلين في القصر؟ فردت: أنا أغسل الأطباق هنا، فالناس يأكلون الكثير من الأشياء في الخارج. سألها مرة ثانية: وهل تجيدين غسيل الأطباق؟ هزت رأسها بالإيجاب وقالت: أنا ربة ممتازة، لا أجيد فقط صناعة الزلابية والعجة، بل ويمكنني أن أغسل الأطباق في وقت وجيز. قال قبل أن يخرج: اسمعي، غدا سوف تغسلين الأطباق، والويل لك إذا كسرت واحدا منها. لم تفهم الغجرية شيئا من كلمة الأمير الذي خرج وتركها في حيرة، وظلت تفكر طيلة الليل في هذه الكلمات وأحست بالضيق. فالضيوف يأكلون والنساء يغسلن الأطباق، أما الأمير فعليه أن يختار عروسه بأي ثمن في هذا اليوم الأخير. وفي اليوم التالي أعلن الأمير رودريك عن شرطه الغريب للعروس التي عليه أن يتزوجها، ورغم غرابة الفكرة إلا أن هذا هو اختيار الأمير. وكان على الأميرات السبع أن يغسلن الأطباق وأن يدخلن في هذه المباراة الغريبة. ويبدو أن المفاجآت قد توالت، فقد أعلن في اللحظة الأخيرة قبل بدء المباراة عن دخول أميرة جديدة في المسابقة، إنها إيزابيلا، وهي أميرة من منطقة شيكو. استغرب الجميع عندما دخلت إيزابيلا، فرغم جمالها الأخاد إلا أن ملابسها كأميرة لم تكن متناسقة، وبدت كأنها قد لبست أشياء لم ترتديها قط في حياتها. ولم يكن هنالك وقت للدهشة، فسرعان ما بدأت المباراة، ووقفت الأميرات أمام أكوام عديدة من الأطباق الصينية وبدأن يغسلنها مما علق بها من أثار الطعام. وما إن بدأت المباراة حتى أغمي على البعض، وقرر البعض الآخر الانسحاب من المسابقة لإحساسهن بالمهانة الشديدة. فهل يعقل أن تقوم أميرة بغسل الأطباق مهما كان السبب ومهما بدت الدوافع؟ وألقت واحدة منهن بكل صنف الأطباق التي تكدست أمامها وكسرتها عن آخرها. ولم يبقى في المعركة الغريبة سوى إيزابيلا والأميرة فرهو التي بدت متماسكة وكأنها أصرت أن تنتصر. وبينما بدت مهارات إيزابيلا في غسل الأطباق، أحس الأمير بالسعادة البالغة، فهي الفتاة التي يحبها وسوف تكسب المعركة. ولكن فجأة حدثت مفاجأة أخرى، فقد بدأت الأطباق تنكسر إلى قسمين متساويين من بين يدي إيزابيلا، الطبق تلو الآخر. وتغيرت ملامح الأمير وأحست إيزابيلا بالجزع، وزاد عدد الأطباق التي كسرتها عن عدد الأطباق التي انكسرت من بين يدي الأميرة فراو. وقام الأمير من مكانه واقترب من إيزابيلا، وبكل غضب انهال عليها بكلمته القاسية: لقد خدعته وأوهمته أنها تجد غسل الأطباق دون كسر. وبكت، وكان عليها أن تخرج من القصر. وسد الصمت المكان، وأصبح على الأمير رودريك أن يتزوج من الأميرة فراو، فهي الفائزة في المباراة. وبينما أعلن في القصر عن زواج الأمير بالأميرة فراو، وقفت الساحرة خارج القصر، وراحت تنادي صديقتها إيزابيلا وقالت لها: ما الذي جعلك تنسحبين أيتها الغبية؟ ردت إيزابيلا والدموع في عينيها: لقد خسرت. علقت الساحرة: لا، لم تخسري، فالأطباق لم تنكسر بين يديك،
بل كسروها لك. ارجعي بسرعة إلى القصر قبل أن يتم الزفاف. ثم راحت تهمس لها ببعض الكلمات. وبينما استعد الجميع لإعلان حفل زفاف الأمير، فوجئ رودريك بعودة الغشرية. تصور أنها جاءت لحضور حفل العشاء الذي دعا فيه أبناء الشعب من الفقراء والغجر للاحتفال معه بزفافه. واقتربت إيزابيلا من الأمير وانحنت أمامه وقالت: لم آتي لشيء بل لأدافع عن نفسي. واقتربت من الأطباق المكسورة وأمسكت ببعضها وراحت تشير بها إلى الأمير قائلة: انظر انظر أيها الأمير، إنها كسرت ولم أكسرها. وراحت تشرح له أشكال الكسور، وسرعان ما فهم الأمير الأمر وراح ينظر إلى عروسه الأميرة فراو، ثم أمسك بخاتمها المسي وقال: هل لك أن تخلع الخاتم يا أميرة؟ وأمسك الخاتم المسي وراح يقطع به أحد الأطباق السليمة بنفس الطريقة، وسرعان ما إكفاه الروج الأميرة، ثم آثرت أن تنسحب من المكان. هنا انطلقت صيحات الفرح في المكان كله، وعمت السعادة أبناء الشعب. فها هو الأمير سوف يتزوج واحدة من بنات الشعب. وأعلن الملك عن إقامة الأفراح والليالي الملاح لمدة 40 يوما. قضاها العروسان في أحلى الأوقات وأسعد اللحظات. وإلى هنا أيها الأحبة، نكون قد وصلنا إلى نهاية القصة. وإلى أن نلتقي معا في قصة قادمة، سلام.